حافظ خير الكتب أسمعنا هدي القلب اقرأ من مصحف ربي واسمع ما ينطق شعبي كلمات قرآنية في لهجات يمنية لا عجب فإن بلادي أصل اللغة الضادية لهجة وقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج لهجة وقراءة. وموضوع حلقتنا اليوم التلتلة، وهي كسر حرف المضارعة. كسر حرف المضارعة لهجة حية متحدثة إلى اليوم، ومن لهجات اليمن. والمتتبع للهجات اليمنية يجد أن المكثرين من كسر حرف المضارعة التلتلة هم أهل مدينة تعز وريفها كالمعافر والمواسط وما جاورها، يكسرون حرف المضارعة مثل رجع فيقولون يرجع ويرجع وترجع وماضيه رجع، ومثل ذرى فيقولون نذرى ويذرى ويذرأ وتذرأ وماضيه ذرى، وأيضا مثل سمع فيقولون يسمع وتسمع وتسمع وماضيه سمع، وفي مثل أيضا قرأ يقولون يقرأ بكسر الياء ويقرأ وتقرأ وماضيه قرأ، وكذلك في نحو أمن فيقولون نئمن ويئمن وتئمن ويئمن وماضيه أمن، وكذلك في مثل يركن يقولون نركن ويركن ويركن وتركن، وأيضا في نحو أو في مثل نعمل ويعمل وتعمل ويعمل وتعمل وماضيه عمل. وكسر حرف المضارعة أو التلتلة المعروف بكسر حرف المضارعة، يقول ابن الحاجب في شرح الشافية: واعلم أن جميع العرب إلا أهل الحجاز يجوزون كسر حرف المضارعة سوى الياء في الثلاثي المبني للفاعل إذا كان الماضي فعلا، فيقولون أنا اعلم ونحن نعلم وأنت تعلم. وذكر ابن منظور في لسان العرب أنها لغة هذيل. قال أبو حيان الغرناطي صاحب التفسير: هي لغة قيس وتميم وربيع. قال بعضهم: رأيت أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. قال أبو الأسود الجماني يصف امرأة: لو قلت ما في قومها لم تيثمي لم تيثمي، وأصله لو قلت ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم من مقالتك، فذكرها بكسر التاء بكسر المضارعة. أما ما ورد في كسر المضارعة من القراءات القرآنية فهي قراءات قرآنية كثيرة، نذكر بعض الأمثلة في مثل قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، قرأت إياك نعبد، وكذلك إياك نستعين إياك نستعين، وهي قراءة يحيى بن وثاب وهي من القراءات الشاذة. ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وهي قراءة الأعمش. كذلك تكسر أو يكسر حرف المضارعة في نحو قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهي قراءة يحيى بن وثاب، وكذلك
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وقال الله سبحانه وتعالى ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله. فهذه القراءات التي أوردناها هي قراءات شاذة لكنها بكسر حرف المضارعة كما مثلنا في الأمثلة للهجات اليمنية وذكرنا أنها في مدينة تعز يكثر كسر حرف المضارعة والتي تسمى التلتلة. لهجة وقراءة يظهر من خلال تتبع اللهجات اليمنية في كسر حرف المضارعة والتي أسميناها بالتلتلة أن كثيرا من محافظات الجمهورية اليمنية لا سيما مدينة تعز وإب يكسرون النون والتاء والياء هذه حروف المضارعة مثل نعمل وتعمل ويعمل وهي لغة قيس وتميم وربيعة. ومعلوم أن هذه القبائل هي من فصحاء العرب وقد قرأ بهذه القراءة يحيى بن وثاب وزيد بن علي والأعمش وغيرهم وهم من هم في الفصاحة واللغة والقراءات حفظا وعلما وفهما وفصاحة. وذكرنا أيضا أن هذه اللهجة في كثير من مناطق اليمن لكن اخترنا لهجة المواصف لكثرة كسر حرف المضارعة في لهجاتهم وإلا فاللهجة في كثير من مناطق اليمن لكن هذه المناطق تكثر من استخدام كسر حرف المضارعة كما مثلنا لذلك وكما ذكرنا الآيات القرآنية التي قرأت بالقراءات الشاذة. نسأل الله التوفيق ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حافظ خير الكتب أسمعنا هدي القلب اقرأ من مصحف ربي واسمع ما ينطق شعبي كلمات قرآنية في لهجات يمنية لا عجب فإن بلادي أصل اللغة الضادية لهجة وقراءة.